بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده في يوم اتنين البسخه الاحداث اللي قدمتها لنا قراءات الكنيسه بتدور حوالين حدثين مهمين. الحدث الاولاني للرب يسوع لما لعن شجره التين غير المثمره. الحدث الثاني لما دخل الهيكل وطهره من العبادات الشكليه اللي كانت بتملأه. السيد المسيح في هذا اليوم خرج من بيت عنيا. بيت عنيا قرية صغيرة واقعة على سفح جبل الزيتون على الجهة الشرقية منه، وتبعد حوالي 3 كيلو من أورشليم، واشتهرت في الكتاب المقدس انها كانت الموطن اللي عاش فيه لعازر واخته مريم ومرسى. خرج المسيح في صباح هذا اليوم يقصد الهيكل، وكان يصرف طول النهار في الهيكل، وفي المساء بيرجع لكي يبيت في بيت عنيا. أول ما خرج السيد المسيح جاع، وبالقرب من أورشليم شاف عن بعد شجرة تين مورقة، والمعروف إن شجرة التين لما تبقى خضراء ومورقة وفيها أشجار وأوراق جميلة بيصاحب هذه الأوراق الجميلة ثمار طيبة من التين. فلما تقدم المسيح لهذه الشجرة يطلب منها إن هو ياخد ثمر، لم يجدها فغضب عليها ولعنها. وأبائنا القديسين اللي شرحوا لنا الكتاب المقدس رأوا في هذه التينة التي جفت، رأوا فيها رمز للأمة اليهودية اللي ليها صورة التقوى ولكن بدون ثمار، أو هي رمز للإنسان المرائي اللي بيظهر على غير حقيقته. وبمجرد أن لعنها السيد المسيح ابتدت تسقط أوراقها. الحدث الثاني لما الرب يسوع دخل الهيكل وابتدأ يخرج اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا في الهيكل، اللي هم الصيارفة اللي بيغيروا العملة عشان الحجاج اللي جايين من أماكن مختلفة، وباعة الحمام اللي قاعدين على كراسي بيبيعوا الحمام، ورعاة الأغنام اللي جايين يقدموا الحاجات ديت اللي بيحتاجها الحجاج لتقديم الذبائح في الهيكل. ووجد السيد المسيح ان الصراخ بتاع الباعة والمشترين واصوات البهائم ورعاتها في الهيكل تليق بمغارة لصوص يقسموا فيها المسروقات ويتخاصموا فيها، رغم ان المعروف ان هذه الاغنام والحمام بتباع من اجل الخدمة وتقديم الذبائح، يعني ليها شكل مشروع. وهنا أحب أن أنا أتأمل معاكم في موضوع هام جدا اللي هو التقوى. في مفهوم الناس التقوى ليها معنى، وهي أن الناس ليها أن يقولوا فلان ده تقي، يعني له علاقة معينة بالله، يعني أنه من يظهر للناس أنه هو يواظب على العبادة والحضور للكنيسة ويقدم فيها ويقوم فيها بواجباته بدون نقصان، وبيشعر ان هو تمم كل اللي ربنا عاوزه منه. طبعا دي حاجة كويسة مش وحشة ان الانسان يحضر الكنيسة ويقدم واجباته من نحو ربنا، لكنها عايزة ان الانسان يعني ما هو ابعد من ذلك. كمان ان احيانا الناس بتفهم التقوى بمعنى الخوف من الله، يعني واحد يقول له اتقي ربنا يا اخي، يعني ربنا إله جبار عادل منتقم، وعلى الإنسان إن هو يخاف إن هو يخالف الوصايا. والبعض الآخر بيفهم التقوى بمفهوم تاني إن هو البعد عن العالم الشرير، فعشان يحب ربنا لازم إن هو يعتزل الناس ويمشي عكس التيار ويبقى خارج هذا العالم ومغرياته. لكن اللي بيحصل ان اصحاب هذا المبدأ بيتحولوا الى إدانة الناس على كل تصرفاتهم، ويصفوا الناس بالخطأ وانهم ناس خطأ، زي الفريسي لما وصف العشار في المثل اللي قاله السيد المسيح. فايه هي التقوى الحقيقية زي ما وصفها لنا الكتاب المقدس؟ التقوى الحقيقية اللي وصفها الكتاب المقدس بتحمل معاني مختلفة وعميقة جدا.
فالإنسان التقي أو البار هو الإنسان اللي بيحيا كما يريده الله أن يعيش. فالتقوى هي صورة الله، الصورة اللي ربنا عايزها في كل إنسان. وأنا عندي 3 مظاهر للتقوى الحقيقية، بدونهم بتبقى التقوى عبارة عن قناعة للأنانية وللتبرير والتعالي على الناس، ما هيش صورة لوجه المسيح المحب. والتقوى بتقوم على المحبة، دي الوصية الكبيرة اللي قالها السيد المسيح: الوصية واحدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. فنقيص التقوى ليس بعلاقة الإنسان مع الله، ولكن بمظهر علاقة الإنسان بالآخرين. لأن الإنسان يعني يتظاهر بالعلاقة مع الله، ده شيء سهل. ولو إحنا، لو في واحد مننا، أي واحد يعني لا سمح الله، مش مننا يعني، أي حد تاني ادعى كده يعني، فربنا مش هيبان له من السماء يقول له أنت كذاب. لكن إحنا نثبت تقوانا بطبيعة علاقتنا مع الآخرين. أول مظهر من مظاهر التقوى الحقيقية هي الفرح. حكاية الفرح دي أول مظاهر التقوى الحقيقية. وهنا مش معنى التهريج أو التسلية أو الضحك على اللي تسوى واللي ما تسواش، عشان الواحد يهرب من مشاكله أو من مسؤولياته في الحياة أو يعيش في حالة فوضى أو لا مبالاة، ولكن هي الشعور بالثقة من العلاقة مع الله. زي كده معلمنا داود لما يقول في المزمور: على الرب توكلت فلا أخزى. يعني بملء الثقة بيعلن إن هو عايش في تقوى حقيقية. وزي برضو معلمنا بولس الرسول لما كان بيحيا في الألمات والاضطهادات والمشقات والحروب، ولكن يملك بتقوى الإيمان والصبر والمحبة. وهنا بقى نيجي إن الإنسان التقي بيتحمل مسؤوليات وبيصبر على الآلام، ويشارك بل إنه يشارك الآخرين في آلامهم، وهو متكل على الله وثقته في شخص المسيح القدوس. عشان كده نقول إن الإنسان المسيحي ما هواش مجرد التقي، يعني ما هواش إنسان فرح بس ومبتسم دائما، لكنه أكثر من هذا، هو إنسان مفرح مبهج. منين ما يكون موجود يدخل البهجة والسلام والفرح في قلوب الحاضرين معاه. التواضع تاني حاجة. التواضع مظهر أيضا من مظاهر التقوى. ونتكلم على التواضع، الواحد يقف يفكر كتير عن أننا نعيش في عالم مليان بالمتكبرين، بأصحاب المصالح والذين يعيشون بطريقة استهلاكية، عايزك يعرفك يحبك، مش عايزك يرميك، مش عايز يشوفك ولا يسلم عليك. عالم كله كبرياء، ما حدش بيعتذر النهاردة، ما حدش بيعتبر نفسه مخطئ. لما 2 يختلفوا مع بعض، تبص تلاقي كل واحد مقتنع ان هو الصح والتاني ده غلط، مهما انت تحاول تقنعه يعني. هنا بقى ايه العلاج؟ نقول ان التواضع هو ان الانسان مش يدور على الحق، يقول اصلا انا معايا الحق، اصلا انا مش غلطان ما اعتذرلوش اصلا. لا، التواضع هو ان الانسان ممكن يتنازل عن حقه في مقابل ان هو يعيش في التواضع. ده التواضع الحقيقي، ان الانسان يفضل محبة الاخرين على كرامته او على حقوقه هو الخاصة. دي تاني نقطة. تالت نقطة العطاء، ده مظهر عميق للتقوى. فإذا كنا بنقول إن التواضع ما هوش إذلال أو ما هوش تجاوز للحدود العادية عشان نحافظ على علاقتنا مع الناس، لكن نقول إن علاقة التقوى مع الآخرين هي علاقة مسؤولة، ما هيش مجرد مظهر. والتعبير عن مصداقية الفرح أو التواضع، الإنسان يعطي ويعطي بسخاء ماديا أو روحيا. يعني واخدين بالكم، 2 مرتبطين ببعض ارتباط كبير، الحاجات الأمور المادية أو الأمور الروحية. فمقياس حياة التقوى هنا هو العطاء والمشاركة، ونقيس محبتنا وتقوانا على هذا الأساس. هل أنا أعطي
هل أنا أشارك الآخرين في ظروفهم؟ البعض يفتكر أن التقوى أن الإنسان بس يمارس العبادة والطقوس، وده مش غلط، لكن العبادة والطقوس هي الأساس العملية لحياة التقوى، لأنها عبارة عن ترجمة الإنجيل بطريقة عملية. كل الطقوس اللي بنمارسها وكل العبادات اللي بنقوم بيها كلها عبارة عن إحياء لروح الإنجيل، لكلام الكتاب المقدس، وتساعدنا على الاستمرار في قراءته والتأمل فيه وفي الأسرار المقدسة. لكن ده لا يتعارض مع حب العطاء والمشاركة للإنسان في ظروف المختلفة. وبرضو عايز أشير لحاجة تانية عن التقوى المزيفة، أتكلم عنها الكتاب المقدس، وقال عن الناس لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها، يقول له وانصحه يقول له اعرض عن هؤلاء. هنا بقى بيتكلم على اللي ممكن الناس بتروح الكنيسة، ممكن تمارس الصلاة والصوم، وممكن يبقى محاور ممتاز جدا يدافع عن الإيمان أو يهاجم الآخرين في عقيدتهم الغير سليمة، ويمارس هذا المظهر الخارجي وهو أبعد ما يكون عن عمق وفعاليات هذه الممارسات. تفكرني بالضبط بالفرق بين الذهب الحقيقي والذهب القشرة اللي هو مجرد معدن آخر، نحاس مثلا أو أي حاجة، يبقى مطلي قشرة ذهب رغم أنه بيلمع، لكن جوهره الحقيقي مش ذهب، نحاس أو معدن تاني يعني. وصفهم السيد المسيح، قال عليهم قبور مبيضة من الخارج جميلة وهي مملوءة من عظام أموات وكل نجاسة. ونكمل بقى الجانب الإيجابي في هذا الموضوع عن الإنسان الروحاني. ما معنى أن يكون الإنسان إنسانا روحيا؟ إيه هي طريقتنا إحنا كأرثوذكس؟ إيه طريقتنا في أن نكون أناسا روحيون، ناس ليهم حياة روحية قوية؟ وطبعا ما فيش حد يقدر يقول أنا إنسان روحاني، ما يقدرش. إحنا ممكن نقول عنه، لكن هو ما يعرفش يقول عن نفسه يعني. والإنسان الروحاني في مفهومنا الأرثوذكسي هو الإنسان اللي بيسلك بتواضع بحسب إيمانه بالسيد المسيح، ويعيش في السمات الأساسية للحياة الروحانية الأرثوذكسية اللي هي الأمانة والتواضع والتمييز والمسالمة والمحبة والصدق والرحمة والفرح الداخلي. التقوى في مفهومنا الأرثوذكسي هي طريقة حياة ملتزمة بالممارسات المسيحية الأرثوذكسية زي العبادة الدائمة، الصلوات سواء في الكنيسة أو في البيت، الإيمان بعقيدة الكنيسة زي مثلا موضوع الشفاعة، بنصلي شفاعة بالقديسين ونندر باسمهم الندور أو نولع الشمع أو نزور أماكنهم ونتبارك من رفاتهم ونطلب صلواتهم، زي الإحسان التبرع، زي الصوم، زي الاحتفال بالأعياد حسب تقويم الكنيسة، أعياد السيدية الصغيرة أو الكبيرة، قراءة الكتاب المقدس وكتابات الآباء، زائد كمان الخدمة في الكنيسة، المساعدة في العمل الكنسي جزء هام جدا وله علاقة بالإيمان الحار بالمسيح وبالطاعة لتعليمه. وهنا برضو يأتي الحديث عن النمو الروحي، إن الإنسان لما يعيش بطريقة روحانية وبيقظة في سلوكه، التقوى اللي هو عايش فيها دي بتتحول إلى روحانية بنعمة الروح القدس. فيبقى بيروح الكنيسة بانتظام كعمل تقوي، يعني ممكن غيره مش عايز يروح عشان عايز يصحى الصبح يشرب قهوة ويقرأ الجرايد ويشوف الأخبار ومش عارف، لا هو يضحي بكل ده عشان حبه للعبادة، يحب العبادة والصلاة ولا أعذار أبدا، زي مثلا يقول أصل العيال كانوا الصبح معطلوني، أصل العربية معرفش جرالها إيه، أصل مراتي بتتأخر عشان مش عارف إيه،
كل الحاجات دي لا تغير في حرصه ان يروح الكنيسة عشان يستفاد روحيا، غير حد تاني مثلا عايز ما يهموش بقى لو حتى راح يلحق القعدة اللي في الآخر ديت اللي الناس تشرب القهوة وتقعد تحكي، دي أهم حاجة في اعتباراته. لكن التقوى الحقيقية أن يشعر الإنسان أن يوم الحد ده يوم هم في حياته، له هو الأول، اليوم الأول في الأسبوع والأهم، نحتفل فيه، نتذكر موت الرب وقيامته كأحداث خلاصية، ونتهيأ للأسرار المقدسة، وتتحول قلوبنا وعقولنا نحو القداس في يوم الحد عشان نجتهد في حضور الإله مبكرا، ونشترك في الصلوات من بدايتها، ونتناول بخشوع واتضاع، وندرك أن مروح الكنيسة من أجل الله نفسه عشان نعبده بأمانة وبتقوى، فيبقى حدث روحي في حياة الإنسان وفي كل عائلته. يتبارك الله في الكنيسة، لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد.